وإلى الشأن اللبناني، حيث دعا وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإلى تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية. يأتي هذا فيما عقد السفير المصري لدى لبنان لقاءات مع قوى الموالاة والمعارضة من أجل رأب الصدع بين الطرفين في إطار دور مصر الداعم لسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية. في عز الجمود الحكومي اللبناني ثمة ما هو لافت، حراك مصري في بيروت بوتيرة لا تهدأ. لا يبدو الأمر مستغربا مع أجندة مصرية لا تخلو من الملف اللبناني عند كل منعطف، لكن ما هو بارز خرق لفتح الخطوط الثنائية للسفير المصري أحمد البديوي مع الموالين والمعارضين، خرق بثنائية اللقاء الذي قصد فيه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دارة السفير المصري للقائه. قيل إنه لرأب الصدع بين الطرفين بعد مواقف جنبلاط الأخيرة، وقيل إنه لاستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، لكن التكتم ظل يحيط باللقاء الذي يشير لعنوان واحد: لا إمكانية لتغييب الدور المصري في لبنان. يجب ألا ننكر ذلك وألا يعني نختبئ وراء أصبعنا لنقول أن مصر تتدخل أو لا تتدخل. مصر كانت وما زالت منفتحة على جميع اللبنانيين، وبالتالي أنا شخصيا يعني لم أشهد بأن هناك تدخل من قبل دولة مصر ضد الدولة اللبنانية أو ضد هذا الفريق اللبناني، في حين أننا نرى أن هناك مساعدات تأتي إلى أشخاص أو أحزاب خارج نطاق الدولة. واضح هنا أن الدور المصري لم يتبدل، لكنه آخذ في التسخيم بعد الانتخابات البرلمانية. هو دعم متجدد لدور رئيس الجمهورية والحرص على إبداء حسن العلاقة بكل الفئات مع فتح مزيد من قنوات الاتصال، والأهم قلق مصري متزايد حيال مستقبل لبنان. التحرك المصري الذي عاد خلال الأيام الماضية يهدف إلى الخروج أو حلحلة العقد التي برزت خلال الأسابيع الماضية من محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانيين. يبدو أن هذا التحرك ربما قد يكون بالتناغم مع التحرك الإقليمي الذي يعمل على تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين، لأن هناك ما يشبه الموازاة بين هذين التحركين وكل واحد مرتبط بالآخر. ومما لا شك فيه بأن لبنان ليس بلدا معزولا عن مشاكل المنطقة، وبالتالي يتأثر بارتدادات الهزات العربية والدولية، ومن هنا يؤمل أن تتأثر الساحة اللبنانية بنتاج اللقاءات الرئاسية الأمريكية المصرية في حلحلة الوضع الحكومي والتوصل لتفاهمات في لبنان. هذا الحراك ليس شيئا جديدا على الموضوع اللبناني، لأن الاهتمامات الدولية والإقليمية كانت ولا تزال قسما أساسيا من العمليات السياسية التي تحدث في لبنان. نحن نتمنى بأن يكمل الحوار الداخلي الوطني اللبناني، وأن تكون القرارات صادرة عن اللبنانيين وعن المسؤولين في لبنان. هو التعويل اللبناني على خرق يؤمل أن تقوده مصر للبنان حكوميا، طالما أن الجميع متيقن أن مصر لن تترك لبنان في مهب الرياح الإقليمية والدولية انطلاقا من علاقة متجذرة لا تقفل معها الأبواب بين بيروت والقاهرة. يتفاعل الحراك المصري إذن في مرحلة مفصلية من التاريخ اللبناني. الرسالة المصرية وصلت للبنانيين، ويبقى على القادة ترجمة مضمونها وعنوانه: وحدة اللبنانيين دون تفرقة في حكومة وحدة وطنية قريبا. جورجينا المولاني، القناة مصر الإخبارية، بيروت.